متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر إبريل نيسان. هذا الأسبوع الذي توقع أن تعتدل به درجات الحرارة لعدة أيام قبل أن تعود في الارتفاع في العاصمة الرياض خلال نهاية هذا الأسبوع. نبدأ هذه النشرة الجوية الأسبوعية بالتوقعات الجوية اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تسود أجواء أكثر اعتدالا عما كانت عليه خلال الأيام الماضية. الأجواء مشمسة، بعض الرياح النشطة المثيرة للغبار في المنطقة الشرقية. هناك تصل درجات الحرارة هناك إلى 27-28 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 24 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 27 درجة مئوية في تبوك، 29 درجة مئوية في جدة. أجواء مغبرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية. يوم الاثنين يطرأ ارتفاع قليل درجات الحرارة مع بقاء الطقس مستقرا في كافة المناطق وأجواء مشمسة، استمرار لنشاط الرياح في المنطقة الشرقية التي تكون مثيرة للغبار، وتصل درجة الحرارة في العاصمة الرياض إلى 30 درجة مئوية، تكون 26 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 30 درجة مئوية في تبوك، و29 درجة مئوية في جدة، 26 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، و29 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة. أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يتوقع أن تصل درجة الحرارة هناك إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار في العاصمة الرياض، تكون 31 درجة مئوية في المناطق الشرقية، 27 درجة مئوية في الجبال الجنوبية الغربية، 31 درجة مئوية في جدة، 34 درجة مئوية في تبوك، و30 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة. هذا يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية أيضا على القطاع الشمالي الغربي من المملكة، مسببة حدوث موجات من الغبار في تلك المناطق. يوم الأربعاء يتوقع يطرأ المزيد من الارتفاع درجات حرارة مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية على القطاع الغربي والشمال الغربي من المملكة، مسببة حدوث بعض الموجات الغبارية، وترتفع درجة الحرارة في مدينة جدة إلى 35 درجة مئوية، تكون 33 درجة مئوية في تبوك، 35 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 33 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والدمام، و27 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. كما يتوقع أن تظهر كميات من السحب والغيوم في منطقة الحدود الشمالية مع أجواء حارة بوجه عام، مع 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 22 درجة مئوية، هناك فرصة ضعيفة لزخات محلية من الأمطار. يوم الخميس من المتوقع أن يطرأ المزيد من ارتفاع درجات حرارة في المناطق الوسطى، يقابل ذلك بداية لانخفاض تدريجي وقليل درجات حرارة في المناطق الشمالية الغربية، تصل في العاصمة إلى 37 درجة مئوية مع أجواء حارة بوجه عام، 34 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية، 34 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 32 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، 34 درجة مئوية في المنطقة الغربية وجدة، و28 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. أما يوم الجمعة فمن المتوقع أن تصل درجة حرارة في العاصمة الرياض إلى 38 درجة مئوية والأجواء حارة بشكل لافت، تتراجع درجة حرارة في تبوك والمنطقة الشمالية الغربية إلى 31 درجة مئوية، كذلك الأمر في مناطق الحدود الشمالية، 32 درجة مئوية في جدة، وتكون 34 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، في حين تكون في جنوب غرب المملكة حوالي 26 درجة مئوية مع ازدياد تدريجي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لفرص هطول الأمطار من جديد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر أبريل. أتمنى أن يكون أسبوع خير وبركة عليكم جميعا بمشيئة الله تعالى. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.